استاذ انور بس بدي انتقل ارجع لعند دكتور جمال، بس حقيقه حابه استوضحها منك او موضوع حابه استوضحه منك. قيل انه القاصر بترت يديه على يد مسيحيين بالكنيسة يعني لأنه عم بيجازوه على فعلته، ولكن أعتقد أنه هذا الشيء مش مزبوط، وصلتنا صور مغلوطة فيك نيوز، صحيح؟ هيدي كمان حصرياً بحب أسمع منك هيدا الجواب لو سمحت. معك كل الحق، it's fake news. القاصر وقت دخل على الكنيسة كان في عنده شيء بيقولوا له pocket knife، يعني بدها تنفتح سكينة. هلأ أي حسب الشرطة وقت عملت له التهمة كانت كاتبين بالملف تبعه انه السكينة تبعيته وقت فتحها وكان كامش الايد تبعها كان عم يضرب فيها المطران، سكرت البلايد اللي بتقطع وهي اللي قطعت له اصبعه بحد ذاته، ارتدت عليه. اذا لا فعل مسيحي من يعني من شباب مسيحيين صار. فاذا الولد وين، القاصر وين اليوم؟ بالمستشفى؟ امبارح كان بالمستشفى. شو مصيره؟ ترك اليوم المستشفى وحطوه بالسجن تبع الغير بالغين. نعم. واليوم انتقل. للحقيقة بالوقت الحاضر عنا الموضوع صار قانوني بحت، بده يتعالج من ضمن المحاكم وبعدين الحكومة بيحطوا الأدلة ضده، محاميين تبعينهم بيدافعوا عنه. بس بالوقت الحاضر إسا لحد الآن ما تم تقييم القوى العقلية والمرض النفسي العامة يشتكي منه الطفل. نعم. مشان هيك نعم. بده يصير في فورنسيك سايكولوجيست يعمل له أسسمنت ويشوف شكل الوضع. الإشاعات كتيرة أكيد. الطفل وقت كان بقلب الكنيسة وقفوا الضرب بس ما عملوا له شيء ولا قتلوه، لأنه اللي صار طلعوا الشرطة من هنيك بعد 3 ساعات، لأنه الناس الغوغائيين اللي كانوا برا اللي هن جزء منهم من المنطقة وجزء كبير منهم ما بينتموا للطائفة الأشورية بس حابين يعملوا مشاكل. نعم. وبنفس الوقت بعتوا رسائل تهديدات ضد المسلمين والمسلمات. بس كلياتنا نحن واحد، هذا اللي بدنا نقول. بصير فيها الخلافات بس كل شخص له دينه ونحن لنا ديننا. نعم. لهن بدهم يغيروا الأديان تبعيتهم ولنا بدهم يغيروا، بس أكيد. بدنا نعيش كلياتنا بشكل متعايش. نعم. وبعدين كلياتنا تحت القانون، لأن القانون هو فائق